الكتاب. أول موضوع هو يونت 1 present continuous، المضارع المستمر. نعطيني هنا أنا مثال يعتبر typical example، يعني مثال هو أفضل مثال على هذا الزمن. I am doing، I am doing. طبعا I تأخذ am و doing هنا يمثل لي أي فعل زاد ing، يعني working، speaking، phoning، calling، أي فعل ب ing، وهذا السبب هو يقول doing. Study this example situation، يقول لي ادرس هذا المثال وافهم هذا الزمن. هل أعطيكم معلومة خلوها ببالكم في كل الأزمنة، يعني إيش عندي؟ لازم العفو تدرس شيئين. هاي الشيئين شنو هن؟ أولا تعرف قاعدة الزمن، ثانيا تعرف الاستخدام، قاعدة الزمن والاستخدام. خلينا نشوف ذني بالتطبيق العملي. Sarah is in her car. سارة هاي بنية موجودة في سيارتها. She's on her way to work. هنا مهمة، هاي هي في طريق للعمل، يعني انطلقت من البيت ولم تصل إلى العمل لحد الآن، هي في منتصف الطريق. ولهذا السبب قال she مفرد is driving to work، الآن هي تقود إلى العمل. طبعا طال السيتويشن هنا أنا فوق قال لي هي في سيارتها الآن وفي طريقها للعمل، هذا السبب قال she is driving، يعني في وقت التحدث. This means، شو يعني هذا؟ هذا يعني she is driving، هي تقود يمتى؟ الآن. خلوا ببالكم شيء، إنه present continuous، أي جملة present continuous تخلي لها الآن تصير صح، هذا يعني لا تريد تختبر. At the time of speaking، في وقت التحدث، وإحنا الآن جايين نسولف Sarah is driving to work، هي ذاهبة إلى العمل. The action، الأكشن اللي هو الحدث، is not finished، لم ينتهي، هي انطلقت من البيت ولم تصل للعمل، ما زالت في منتصف العمل. شنو هي؟ هذا هو الاستخدام، هذا اللي سولفناه الآن استخدام. ما هي القاعدة؟ طبعا القاعدة هنا أنا عندي إذا كان الفاعل I يأخذ am، إذا كان مفرد he she it يأخذ is، إذا كان we you they يأخذ are، وهذه هي اختصارهن، يعني شلون اختصر؟ am I am he is she is صير she's he's و are فقط RE. أما الفعل فهو driving، working، doing، sleeping، having، running، joining، going، كل الأفعال تأخذ ING تمشي في هاي الفكرة.